فنستأنف حديثنا حول بصائر القرآن الكريم من سورة البقرة، وما زلنا مع النموذج الإبراهيمي العالي الرفيع الذي عليه بني الاتباع في الملة والتسمية، والذي جاء رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مجددا ومحييا لدينه في التاريخ. وقد سبق أن بينا ما قاله أهل الشمائل، والشمائل علم يعنى بصفات رسول الله عليه الصلاة والسلام في هيئته وبدنه وفي خلقه وشأنه مع ربه وشأنه مع الناس من أهل بيته وسائر العباد. أنهم قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث كان أشباه بأبيه الأول إبراهيم عليه السلام، يعنون في هيئته وبدنه وشكله، وهو كذلك بالفعل في خلقه وصفته الخلقية. وقد ذكرنا من باب نذكر الآن من باب التذكير أن الله جل وعلا ما ذكر في كتابه أنه اتخذ أحدا خليلا سوى إبراهيم ومحمد عليهما وعلى آلهما أفضل الصلوات والسلام، فهما إذن يلتقيان في الخلة مع رب العالمين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن ها هنا أهمية هذا المقطع من كتاب الله جل وعلا. القرآن كله مهم، ولكن قد تكون بعض المقاطع منه، أي بعض الآيات أو بعض الفصول أو بعض الصور، ذات أهمية أخص بالنسبة لنا نحن المسلمين. فهذه الآيات هذه يعني هي واحد المجال اللي خص الإنسان المسلم يزيد يتأمله مزيان، لأن فيه حكم تتعلق به كمسلم. وقد بينا ذلك كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسوة وكان إسوة أيضا وكان قدوة، وكيف أن إبراهيم أيضا كان أسوة وكان قدوة بنص القرآن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. نقف اليوم بحول الله عند حكم جديدة من هذه القصة، ولعلنا نبقى مع هذه القصة حلقات أخرى لما فيها من كنوز العلم والحكمة، مما يعني يصعب على النفس أن تمر عليه كما يعبرون مرور الكرام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فسبق الحديث إذن في هذا المقطع عن الإمامة التي نالها إبراهيم وشروطها، والامتحان بل الامتحانات التي بها استحق بفضل الله ونعمته أن يجعل إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وبينا ما معنى كلمات من العظم والثقل، لأن هذه النكرة تدل على العظمة. فتلقى آدم من ربه كلمات يعني إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني النكرة عموما تدل على العظمة وقد تدل على القلة، ماشي دائما كتدل على العظمة، ولكن في السياق كيجي السياق اللي كتكون كلمة نكرة يعني ما فيهاش أل تعريف، ما قالش وإذ ابتلى إبراهيم ربه بالكلمات، فلما قال كلمات هذاك تجهيل نظر، لأن بنادم ما يقدرش يستوعب الحجم ديالهم، ولكن بعض الأحيان كتجي نكرة كتدل على أن هذاك الشيء قليل ما ينفعش، يعني كما في قوله جل وعلا سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، هذه نكرة ومنافع للناس، فهذا التنكير للتقليل وللتهيين أنه شيء مهين هين قليل، ولكن سياقها هنا دل على أن هذا التنكير هو للتعظيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وبينا أنه نجح في هذا الامتحان 100%، فأتمهن ماشي قرب لا على الكمال، ولذلك كان من أكمل خلق الله عبادة لله، اتخذه لذلك خليلا وجعله للناس إماما. وهذا هو السر أيضا الذي كان في شخص سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات والتسليم، أنه فعلا كان أكمل الخلق وأسعدهم بالله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة بما أتم نعمة الله جل وعلا، بما أتم الله عليه النعمة إذ أتم العبادة لله: أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، هكذا في الحديث الصحيح.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم لله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قصدت أن أتم هذا المقطع إلى هذا الحد لما أرغب فيه من بيان شيء جاء معناه بما يسمى عند الأصوليين بدلالة المقابلة. لما قال الله جل وعلا لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما وهذا كلام بينه قبله، قال ومن ذريتي أولادي قال لا ينال عهدي الظالمين. وهذا شيء عجيب، أي أن ولاية الله جل وعلا لا تورث. الولادة الله تعالى ما كتورث أبدا، يورث المال ويورث الجاه ويورث السلطان، كثيرة هي الأشياء التي تورث في الدنيا إلا ولاية الله. يعني باش الابن ديالك أو البنت ديالك تحقق ولاية الله صح يدخل في الامتحان اللي دخلت فيه أنت، فإذا نجح فقد أفلح وإن لم ينجح لا ينال عهدي الظالمين. يعني رب العالمين كيقول لسيدنا إبراهيم هذا الشيء ماشي عنصرية، ماشي آل إبراهيم ولا بني إسرائيل ولا العرب ولا بني فلان ولا بني فلان أبدا، هذا اللي نجح في الامتحان كما ذكر الله جل وعلا في سياق الآية الأخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا شيء عجيب حقيقة، فين كين يعني الجمال ديال هذا البيان، وهو أنه إبراهيم طلب لولاده حقيقة، وفيه معاني الأبوة الكبيرة. يعني من اللي هو ربح مع الله تعالى الخلة، يعني الخلة أعلى درجة من درجات النبوة أربحها، فكر في أولاده وشاهد شيء عظيم، واللي يعني جعل إبراهيم يفكر في أولاده هو الدين. ما فكر لهم شيء في الدنيا وخصني نفكر الولد في القطعة الأرضية الفلانية، ما عنديش فلوس خصني يمكن نتسلف بالحرام باش نخلي لهم الورث وندير هذا الأمر ما كان مثله يدور بخلد إبراهيم، يعني ولو بالمعنى القديم، يعني ما فكر لأبنائه في المال وفي أبدا، بل أسكن من ذريته بواد غير ذي زرعين، وإنما فكر لأبنائه هذه الأبوة الحقيقية في الولاية دي الله جل وعلا. حينما نجح في الامتحان وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، طمع عليه الصلاة والسلام في أن تكون الإمامة إرثا. والإمامة المذكورة هنا قلت كما بينت قبله هي أعلى درجات النبوة، أي الخلة، أنت النموذج المقتدى بك حضاريا والذي لن يقع عليك الخلاف بعد إلى يوم القيامة. وقد بينت كيف أن جميع الأمم من أهل الدين الحقي والمنحرفي يجمعون على إمامة ونبوة إبراهيم حقيقة. يعني نعمة أعطاها الله جل وعلا لإبراهيم تمثلت فيه كأجمل ما تكون النبوة والإمامة. ففكر في أبنائه، فكر في أبنائه، قال ومن ذريتي، قال له ربي تعالى لا هذا الشيء ما كيتورث، غادي نشوفهم. سبحانه وتعالى علم ذلك قبل أن يكون، لكن يعلم عبده إبراهيم هذا الشيء ما فيهش المحسوبية، ما فيه شيء الوجهية عند الله تعالى. قال له لا ينال عهدي الظالمين، السر ديالي والنور ديالي والرضا ديالي والولاية ديالي ما كنعطيها شيء للظالمين، ما نعطيها شيء للظالمين. فهم مثلك إذا نجحوا في الامتحان فبها ونعمته، وإذا لم ينجحوا تها. ولذلك قال المفسرون وعلى رأسهم صاحبنا الذي نسرد تفسيره أبو جعفر الطبري رحمه الله بأنه قد أجابه إيجابا وسلبا. لما قالوا لا ينال عهدي الظالمين قالوا يه وقالوا لا في نفس الوقت، لأن سيدنا إبراهيم طلب دار دعاء قال ومن ذريتي يا ربي هذا الشيء اللي أعطيته لي حتى ولادي أعطيهم، فقالوا غادي نعطيهم، ها هو جاوب له الدعوة، ولكن ماشي لأنهم ولادك، ها المعنى غادي نعطيهم تهم الإمامة، ولكن ماشي لأنهم ولادك ولكن لأن فيهم شي وحدين غادي نجحوا في الامتحان. قال لا ينال عهدي الظالمين. إبراهيم كان ذكيا جدا حقيقة، وكان صاحب حجاج عقلاني منطقي دامغ
تعرفوا القصة ديالو في الجدل ديالو مع نمرود، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ورجل اللي كيتأمل ملكوت السماوات والأرض ويدير الاستقراء الظواهر الطبيعية من الأفلاك والنجوم والأقمار ويرى هذا الكوكب فيتوهم أنه إله فيعبده ثم يأفول، قال لا أحب لافلين، حتى استقر عقله على أن الإله الحق هو الذي له الجلال والكمال والذي لا يغيب سبحانه وتعالى ولا يأفول جل وعلا. فلذلك قلت هنا كان كيتعلم لما قال يعني يا ربي أعطي لولادي الإمامة، قال له ربي لا أنا أعطي للصالحين منهم اللي نجحوا في الامتحان. شنو قالوا؟ يعني قلت إبراهيم كيستفد، يعني لما كتبان له شي حاجة ماشي هي هذيك، يعني في الكلام دياله كيتعلم الأدب مع الله، كان سريع البديهة، ففهم بأن هذا الدعاء راه ما كانش مزيان بهذه الصيغة، كما قال الله لنوح جل وعلا من قبله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فسيدنا إبراهيم كيتعلم بحال هذا. ولذلك قرأت إلى نهاية أو إلى أواسط هذا المقطع حينما قال جل وعلا على لسان إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم، ما قالش دابا يعني كل شيء، تعلم من هذيك ذكي جدا، وهو ربي عاود يرد عليه خلوا لا حتى من كفر، هذه شكل وهذيك شكل، حكم بالغة. يعني هذا المقطع هو القرآن كله هكذا، ولكن هنا ربي تعالى بيّن لنا شيئا عظيما جدا للبشرية، ما نامن منهم ربي قال له من كفر، هذه راه ماشي بحال هذيك، ما تديرش القياس، لا قياس مع وجود الفارق، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. شنو هو الفرق؟ الفرق هو هذا الشيء اللي قلت قبيله، احنا كنفكروا لولادنا في القطع الأرضية وفي التجارة وفي الشركة، قال له يعني أمر الدين كنعطي غير اللي ينجح، وأمر الدنيا كنعطيه لكل شيء، الدنيا لكل الناس. ويتفرع عن هذا أمور فقهية عجيبة ستأتي بعد بحول الله جل وعلا، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني هؤلاء الأولى مشي التانية، وحدين المسلمين ووحدين الكفار، كيف كيف، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني الدنيا يعطيها الله جل وعلا لمن يحب ولمن لا يحب، إن ابتلاء لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أن هذا من ذاك، يعني كما أن الله رسل الرسل باش يكون الرسل حجج لله على الناس، أيضا أعطاهم الدنيا للناس باش تكون الدنيا والنعم حججا لله على الناس، خلقه إيانا ورزقه إيانا وهدايته إيانا وكل أمور اللي تتعلق بالدنيا والدين كلها حجج لله على خلقه، ومنها النعم، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، منها النعم والأرزاق. ولذلك لو حرم الكافر الدنيا يعني سيكون ذلك يعني نقصا في حجة الله جل وعلا، وهو له الكمال ما ينبغي له ذلك سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم يعني بشدة الأدب دياله مع الله وبشدة أنه كيتعلم، يعني بدأ يتعلم حتى ولي يتعلم بواحد الصورة يعني فيها واحد الطاعة كبرى من اللي شاف بأنه ربي تعالى قال له لا خص يكونوا مؤمنين عاد نعطيه الولاية، قال لي واحد تفر رزق نقول له يا ربي اعطي الرزق اللي مؤمنين، هو ربي ينبهك يقول له لا راه الرزق كنعطيه حتى اللي كافرين، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، ما تخافش يعني على المصير محسوم نعوذ بالله، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قلت يتفرع عن هذا فقه وهو أن الصدقات والأرزاق لا يجوز أن يمنع الكفار منها إلا إذا كانوا محاربين، واحد يعني نصراني أو يهودي ولا يعني فاسق من باب أحرى، مسلم يعني فاسق يعني كيف ما بغى يكون، جاف واحد الحالة ديال الشدة من الفقر أو الجوع وجب عليك أن تطعمه، لأن ربي راه متكفل به كيرزقه وانت عبد ديال ربي ما عندكش الحق تحرمه من رزقه، وجب أن تكرمه وأن تصدق عليه، لأنه الأمر ديال الهداية دياله والأمر ديال الآخرة دياله ماشي بيدك، بيد الذي خلقه. فلذلك حساب الدنيا بوحده وحساب الآخرة بوحده، ولهذا بعض الناس يتحرج من التصدق على بعض الناس يعني في فسقهم وفجورهم وكذا 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 الآخرة. اللهم إلا إذا علمت
أن ذلك المال الذي ستعطيه إياه غادي مباشرة يشري خمر، أو أنه سفيه ما كيعرفش يتصرف، يعني كتعطيه أموال ويمشي يشري مثلا يعني شيء تافهة، يعني كنلقاو بحال هذا النوع هكذا في المجتمع. يعني أحد الفقراء يعني وقفت على واحد مثل يعني واحد الحادثة، جاء عنده واحد الرجل مؤمن تسلف عنده شي فلوس، وهذاك يعني كيعرفوا فقير، ماشي فقير فقير، بعض الأحيان ما كيلقاش باش يتعشى هو ولاده، ومن اللي يسلفوه هو دار النية ديال أنه يعني تصدق عليه، قال له سلفني كدا وكدا عطاه. من اللي يعني ساق الخبر كيعرف العائلة ديالو شنو دار دوك فلوس، لقاه كانت عنده نهار خرجت التلفازة بالكولور، كانت عنده بيض كحل وبدلها كولور. هذا سفاه، يعني السفاه ولا توتو السفاه أموالكم، هذا هو السفاه، هو ما عنده باش يتعشى، مشى بدل التلفازة بيض كحل ردها يعني بالألوان. فيعني ما علم هذا شنو يتصدق عليه بالطعام، هذيك الساعة تشري الطحين والزيت ودير للمرأة تدي له شو هو. فالمقصود يعني ماشي كيكون واحد يعني واحد المشكل يعني فقط خطر الإنسان يقطع الصدقة على الناس، لا أبدا. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما علم أن مصطحا رضي الله عنه مصطح تكلم في ابنتي، يعني عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، لما تلقوا عليها المنافقون تلقوا عليها الدعاية ديال أنها أتت الفاحشة، حاشاها أن تكون كذلك، بل هي الصديقة بنت الصديق، قد برأها الله بنص القرآن من فوق 7 سماوات. يعني شهره هي مسكينة غافلة ما عارفاش اش وقع، الناس كيهضروا عليها. فكان بين الناس اللي روجوا هذه الهضرة واحد الرجل يقولوا له مصطح، كان فقير معدم وكان قريب عنده قرابة بسيدنا أبو بكر الصديق، يعني كما نقولوا ريحة الشحمة في الشاقور، ولد عمه. وكان أبو بكر الصديق كينفق عليه، من يسمع باللي راه مصطح تكلم له في بنته قال والله ما بقيش دم من الريال. فالله جل وعلا أنزل قرآنا على رسوله فيه تعريض بأبي بكر الصديق في أن يستمر في النفقة، وقال له جل وعلا من بين ما قال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال له بلى يا ربي أحب أن يغفر لي، ومن ثم عود أرض النفقة دياله. وهذا من الأدلة وهي كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله من أن الأرزاق لا يجوز أن تقطع على الناس بسبب فسقهم أو فجورهم أو كفرهم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا رب العالمين اللي هو سبحانه عليم بالمآلات، يعني عارف عالم سبحانه الكافر اللي غادي يسلم والكافر اللي ما غاديش يسلم، وكيمكن له سبحانه يميز هذا غادي يسلم نرزقه وهذا ما غاديش يسلم نخليه في الفقر، لا مع ذلك واخا ما غاديش يسلم كيرزقه. اما نحن اللي ما عارفينش النتيجه ديال الانسان، ما يدرك ان واحد تقطع عليه الرزق ديالو وسيكون بعد من المسلمين، انت ما عارفش المآل ديالو والنهايه ديالو فين غتوصل. ولهذا الانسان ما يستهش وما يهينش الفساق والفجار وأهل الذنوب، بل استغفر الله لهم وعاملهم بالشفقة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيعامل يعني أهل الذنوب بالشفقة. ما معنى الشفقة؟ ماشي ما كيطبقش عليهم الحدود أو العقوبات، كيطبق عليهم الحدود والعقوبات نعم، ولكن يعني كان الأسلوب ديالو عليه الصلاة والسلام أسلوب فيه دعوة وتقريب وتحبيب، يعني ما كينفيش من البيئة، ما كيخليش يشعر بأنه إنسان منبوذ، بل يجب احتضانه وتقريبه لأن في ذلك علاجا له. والله جل وعلا في نص الكتاب قال سبحانه وتعالى يحكي شعور الإنسان الذي ينظر إلى مأساة الكفر، لأن الكافر يعني يعيش مأساة من حيث لا يدري. قال جل وعلا يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولذلك فعلا سيدنا إبراهيم كان في مدرسة ربانية يتعلم الحكم العالية والأدب الرفيع، وكان سريع التجاوب، هذا الشيء اللي يعني كان يتميز به سيدنا إبراهيم. ربي كيقول له دير هكا كيدير هكا، طلب بها الطريقة كيطلب بها الطريقة، ولي طبقها في كل شيء حتى كيغلط، يعني كيطبق الحق حتى كيغلط فيه، فالله عز وجل يصحح له. ثم يعني إبراهيم كان سريع الاستجابة، سريع الاستجابة، يعني لما قال من آمن منهم، هذه راه كانت الاستجابة ديالو لهذيك يعني الأولى، قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني فهمها وخذها ودي يستجب بها ويطبقها في كل شيء حتى طبقها في غير محلها، حتى طبقها في غير محلها. كذلك الصحابي الذي دخل المسجد راكعا وجعل يمشي وهو راكع حتى التحق بالصفي، أحد الصحابة يعني جاء ودرك النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة فاتوا بركعة، وشافوا يعني جلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة ديال الصحابة راكعين،
هو غير وصل الباب شاف الناس راكعين ركع في الباب وبقى غادي وهو ركع كيتمشى حتى دخل الصف وهو ركع. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا يعني راه القلب ديالك مشدود بالله مزيان، هذا الاحساس مزيان زادك الله فيه، ولكن ما تعدمش اي راسك، اجي مقاد ومشويه عليك وربي راه كاتب لك الحسنات على قدر النيه والجهد ديالك ولا تعود. الشاهد عندنا ان مثل هذا كثير كثير اللي تبعوا، يعني هاد يعني كيفاش كانوا صحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم واحد الاستجابه عجيبه جدا. الصحابي الذي تيمم بان تمرغ في التراب كما تفعل الدابه، يعني هو كان نزلت ايه التيمم فتيمم صاعدا طيبا، عارفين هذيك الساعه الصحابه غير على الوضوء، مازال بعض الصحابه ما عرفوش كيفاش يديروا في الاغتسال من الجنابه، فهو لما اصابته جنابه دار القياس في عقله، قال بما انه التيمم يعني لوضو كان غسلو غير بعض الاطراف كما هو منصوص في الايه، وكذلك التيمم بحال لوضو انما هو بعض الاطراف، فبما انه الاغتسال نعمم البدن بالماء اذن خاصني نتمرمد كلي في التراب باش نتم نغتسل، فجعل يفعل كما يعني كيتمرغ في التراب حتى صار من راسه الى اخمص قدمه بالتراب وبالوحل وبالغيس، ودخل الصف الصحابة بدوا كيهربوا منه بسبب ما عليه من غبار وأوساخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قربوا وحببوا وخبر الصحابة بأنه يعني الصحابي اللي مشمسوا بالجنب دياله أو كذا أو كذا، يعني أخبره بنوع من البشرة، فجعل بعض الصحابة بعد ذلك يتحكك به بعد أن علم أن في ذلك أجرا. يعني الأسلوب النبوي كان رفيع جدا في جعل التعاطف والتواد بين المسلمين، ولكن هما أيضا كانت عندهم سرعة الاستجابة، حتى كيغلطوا يغلطوا بديك المحبة اللي عندهم في قوة الاستجابة. فنعود إذن بعد هذا كله إلى تفصيل الآيات على قدر المستطاع. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في القراءة الأخرى واتخذوا، وهذا مهم جدا لأن القرآن يفسر بعضه بعضا كما هو واضح، وأهل التفسير كلهم مجمعون على أن القراءات تفسر أيضا بعضها بعضا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العلماء قالوا إن هذا الترتيب ولو لم يأتي بالعطف المفيد للترتيب فإن فيه تقديما وتأخيرا ملحوظا، أن طهر بيتي للطائفين، ولذلك قالوا أحسن عمل في مكة هو الطواف، ومن بعد منه كيجيب درجة ثانية الاعتكاف، عاد كتجي الصلاة مقصود من النافلة الركع السجود. لأنه كاين اختلاف بالعلماء، بنادم إذا كان في مكة في حج أو عمرة وكمل المناسك ديالو واش يكثر من الطواف في النافلة ولا يكثر من النوافل، لأن تم الصلاة بمية ألف صلاة واش يدير هادي ولا يطوف، وما معروفش يعني الحساب ديال الطواف حسابه ما معروف، ولكن معروف بأنه عمل عظيم جدا، وأنه فعل إنما تقوم به في الأصل الملائكة في السماء البيت المعمور، والكون كله في حركة طواف، نجومه وكواكبه وسائر مكوناته في حركة الطواف. وهذه الآية تدل بدلالة الإشارة على أن الطواف بالبيت أفضل العبادات المتعلقة بالبيت، يعني اللي تم أن طهر بيتي للطائفين هما اللي نذكروا، والعاكفين أي الذي أقام واعتكف الاعتكاف الشرعي ما يخرج ما يدخل، جلس تم بعبادة صائما راكعا ساجدا، لأن الاعتكاف جمع الشيء كله. والدرجة الثالثة الركع السجود أي المكثرون من الصلاة، هذا الشيء باش كيذكر الحركتين معا، حركة الركوع وحركة السجود، ما قالش للطائفين والعاكفين والركع والسجود، لا للطائفين ها واحد والعاكفين ها اثنين، لأن واو العطف يقتضي المغايرة أن الأول ماشي هو الثاني، والركع السجود من اللي ما درش بيناتهم الواو معنى أنهما شيء واحد. ومنهج القرآن أنه كيستعمل هذه الكلمة ديال ركع سجد أو ركع سجود للدلالة على الحركة، الحركة المستمرة، تراهم ركعا سجدا، المقصود يعني أنه ديما المؤمن في الصلوات يخرج من صلاة إلى صلاة ويخرج من صلاة إلى صلاة، والوقت الأول يسلمه إلى الوقت الثاني والوقت الثاني يسلمه إلى الوقت الثالث، وهكذا حالته ديما عبد الله ركع سجد. فالكلمتان بمثابة الكلمة الواحدة، هذا مركب مزجي
مركب مزجي، يعني كيكون جوج كلمات كيتجمعوا كيعطيو معنى واحد، وهو الدوام أو الصلاة الدائمة المستمرة. حركة هلا قريب يصورها لك، ركع سجد. فإذن ها هنا عندنا ثلاث مراتب: مرتبة الطائفين، ومرتبة العاكفين، ومرتبة المصلين. نرجع إذن إلى أول الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. احتجنا ذاك الخر لأن بأواخر الكلام تفهم مقدماته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. كلام ديال الشافعي لطيف في مثل هذا المعنى في كتاب الرسالة. بعض الأحيان المعنى كتلقى في خر الكلام، وبعض الأحيان كتلقى في رأس الكلام، وبعض الأحيان في وسط الكلام. فبما أن الطواف للطائفين هو الحركة الأولى المطلوبة والإقامة الاعتكاف، ولذلك كثير من أهل الله وأهل العلم من قبل كانوا يجاورون بالبيت، كيمشي ويجاور سنة أو يجاور شهر، يعني صافي تما كيجلس في البيت ساكن فيه في اعتكاف طويل، أو كثير الصلاة إليه، بالأحرى كثير الصلاة فيه. فالله سبحانه وتعالى نظر لخاصية المكان ولارتباطه به سبحانه، هذه النقطة من الأرض مرتبطة برب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الأشياء العجيبة، من الأشياء العجيبة فعلا، أن الله ما سمى مكانا حراما بنص القرآن إلا الكعبة، وتكلم عن المسجد الأقصى قال الذي باركنا حوله، مسجد مبارك تشد إليه الرحال، لكنه منطقة حرام. منطقة حرام لو وقفنا عند هذه العبارة لوجدنا عجبا، يعني أن الله جل وعلا أنزل حمايتها من فوق سبع سماوات فحرمها على العالمين، لا يدخلها مشرك ولا كافر، لا يدخلها الدجال أيضا، ثم هي بسر من أسرار الله ممنوعة، ممنوعة يعني محمية محصنة. وقد حاول أبراهة الحبشي من قبل أن يهدم البيت ففعل به ربه ما فعل، لأن المكان محرم، وديك المنطقة كلها ديال الحرم بجبالها ووهادها وأشجارها وأشواكها، النمل تما عنده الضمان، ما عندكش الحق تقتله، واللي قتل شي حاجة غلط كيخلص من المسلمين. الحيوان ها هنالك آمن، ما من خلق يدخل المنطقة إلا وهو آمن، ومن دخله كان آمنا. ولا شك أن هذه المعاني ماشي مادية حسية، يعني اللي بغى يدير شي جريمة ما كاين شيء اللي يراقبه، يعني كان قصد زعما اللي بغى يتخبى يتخبى، ولكن رب العالمين يرقب المكان من فوق سبع سماوات. مستحيل يعني يكون ذاك الأمان في ذاك الموضع لأسباب مادية حسية، يعني كاينين رجال الأمن تما وكذا، أبدا. ها هو المنطقة يعني يتخطف من حولها الناس، غير خرج من المنطقة الحرام هالمشاكل هالتفجيرات هالمصائب الكبرى. سبحان الله، المنطقة وحدها أمينة، رب العالمين كاين سبحانه وتعالى يحمي حرمه حرما آمنا. وأعداء المسلمين يعني الجهال كتار اللي يمكن يعني السيناريوهات الشيطانية تضرهم في بالهم، وخرجوها يعني خرجوها في الانترنت، وعدد ديال فاش وقعت ديك الكارثة ديال أمريكا خرجوا بعض الصور كيتخيلوا أنه الكعبة حتى هي دخلوا فيها شي طائرات وشي صواريخ وكذا إلى آخره، ولا استطاع أحد أن يقترب من المكان. ولو وقع شيء لعلمت أن الله آذن بتحول كبير في الأرض، لا قدر الله نهار يوقع شي حاجة ماشي عادية في الكعبة، عرب الله هذاك إذن على تحول كوني في الأرض، ماشي سهل. الله جل وعلا ربط المكان بذاته وبأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، بما هو حفيظ عليم، بجلاله ونور قدسه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، المثابة هي المرجع، المرجع ديالنا الأرضي تعبدي هو هنالك، ثاب إلى الشيء يسوب إليه رجع إليه، الدور حتى تعياء وترجع للكعبة، كما يقولون كل الطرق تؤدي إلى مكة وكل مكة تؤدي إلى الكعبة، وهذا صحيح مليح. يعني صلواتنا في كل مكان، سبحان الله العظيم، شيء عجيب لما تمشي الاتجاه يعني الشرق الأقصى كما يسمونه، يعني تمشي الجهة ديال اليابان أو الصين أو جنوب شرق آسيا أندونيسيا ماليزيا، تلقوا الناس كيصليوا إلى غروب الشمس، نحن نصلي إلى شروقها لأن الكعبة جاينا شروق، والآخرون يصلون إلى غروب الشمس لأن الكعبة جاية غروب. قل لله المشرق والمغرب، شي يصلي على الشروق، شي يصلي على الغروب، شي يصلي جنوب، شي يصلي شمال،
والقصد واحد المنطقة الحرم. شيء غريب جدا حقيقة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وعبر بلفظ الجعل. هذا اللفظ هذا واستسمح عن هذه الاستفاضة والإطالة وسأختم. أنا قلت يعني حقيقة القصة دي لسيدنا إبراهيم يعني تقيلة بزاف، تقيلة معدن فوق الأرض. هذيك المعادن اللي يعني فوسفات أو كذا اللي كيحفروا عليه معدن غابر، وكاين معدن اللي فوق الأرض، هذا معدنون معروض كيمحنش. يعني عبر سبحانه وتعالى بالجعل، والجعل في القرآن من أفعال الله الكونية، من أفعال الله الكونية، يعني شي حاجة اللي هي ضربة في عمق الغيب. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الجعل كيتسمى الجعل، والجعل كيعطي الشيء الوظيفة ديالو الوجودية. علاش توجد؟ ها هو خلق آدم، خلق آدم، ولكن لأي غرض؟ للخلافة. هذا جعله، جعل. وسنقف عليه في مواطن عجيبة لما تبقى تقرأ في القرآن. وجعلنا، وجعلنا، انتبه لديك جعلنا، راه كلمة ثقيلة 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 جدا. فلما جعل سبحانه وتعالى البيت مثابة للناس وأمنا، يعني هذاك راه كان في اللحظة اللي كان سبحانه وتعالى كيكون الكرة الأرضية، كيكون الكرة الأرضية، يعني لأن كلمة الجعل تضرب في بدء الخليقة قديمة، فعل الله قديم سبحانه وتعالى. ماشي يعني سبحانه وتعالى يعني حسب ولا كذا ولا عاد بنت له في هذه النقطة. سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. ما جعل البيت مثابة للناس وأمنا إلا لسر تكويني قدري كان في علم الله منذ خلق السماوات والأرض. هذه النقطة ليست هينة أبدا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وكيجي الإنسان الجاهل الأمي ويبدأ يطوف، ويجي العبقري الفيلسوف المفكر ويبدأ يطوف، يعني في حركة مجهولة الدلالات الظاهرة. مالك الطوف؟ ربي قال لي طوف هنا، انتهى. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فلهذا إذن نجد أن هذا القول العظيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مرجع البشرية الدور الضخ والجلو وتوضر وترجع نقطة الهداية البيت، وليس عبثا أن يكون أول ما نزل من القرآن على بضع كيلومترات من البيت في غار حراء، ما كملنا فيها 10 كيلومتر، والمنطقة كلها كتسمى الحرم، كلها حرما آمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، إضافة لهذا الأمن بالمعنى يعني الاجتماعي، ما كيتقتل حد بشكل جريمة، ما كيتقتل حيوان، الشجرة عندها الأمن، عندها الضمان، ما عندكش الحق تقطع الغصن ديالها ولا تجبدها من الأرض. إضافة إلى هذه المعاني هنالك ما نسميه ها هنا في بلدنا بالأمن الروحي. ربي اجعل ها هنالك أمنا روحيا يدخل قلب العبد، ينزل عليه سكينة مباشرة بمجرد دخول المنطقة الحرم. أنت في جدة بقي بعيد يعني 70 أو 80 كيلومتر، غير كتفوت يعني الحدود ديال جدة بقليل، كتدخل في المنطقة اللي فيها هنا بداية الحرم. سبحان الله راضي، شعور أنك في حمى الله، حمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، والحرم من محارمه جل وعلا. شنو الحمى؟ الحمى هو المنطقة المحمية ديال القبيلة، يعني كان بكري وبقي الآن، يعني القبيلة الفلانية المرعى ديالها هو هذا، ما عندش الحق للقبيلة الأخرى تسرحنا، لأن يعني البلاد كلها ديال القبيلة الفلانية. كيتسمى هذاك حماها، حما يعني محمية محصنة، ماشي في الدنيا اللي بغى يدوز يدوز واللي بغى السيبة، ما كينش، ليست بواحا، ماشي مباحا للعالمين، لا ليست بواحا، بل هي منطقة يدخلها العبد بأدب وباستئذان وبالتخلي عن كل أسباب الإيذاء، تستسلم لله ثم تدخل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا بحفص من مقام إبراهيم مصلى، أو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أن هذا واقعهم، أو أن هذا واقعهم، أو ما ينبغي أن يكون. يلا قرينا بواتخذوا مقام إبراهيم، هذيك حجرة لكنها رمز، سيما كما عبر الله جل وعلا في كتابه، سيماهم في وجوههم، يعني أمارة، علامة، لغة. ذلك المكان الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني البيت صار علامة مادية حسية
تذكر بهذا الرجل العظيم، وعظمته تتمثل في استسلامه الكامل لله الواحد القهار. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذ جاء ربه بقلب سليم، بقلب سليم. هذا الذي كان له الأثر الكبير في أن الطائف بالبيت، لما يكمل الطواف يمشي لمقام إبراهيم ويصلي خلفه كما صلى سيدنا رسول الله ركعتين، ولم تزل قبلة رسول الله إلى مقام إبراهيم عليهما الصلاة والسلام حتى قبض، لأن المدينة المنورة جاية في الاتجاه ديال خلف مقام إبراهيم، فتلك كما يسمونها قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني من النعم الكبيرة على المؤمن أنه يدخل المكان الذي مر به سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، والمكان الذي بناه أول خليل، والمكان الذي مر به جميع الأنبياء قبل إبراهيم وبعد إبراهيم. وقد ورد أن آدم عليه السلام طاف بالمكان وهو تل هضبة، كان يطوف تما. وكثير من الأنبياء طافوا قبل بناء البيت، كنوح عليه السلام طافوا بالمكان قبل بناء البيت، لأن القضية ماشي في الحجر ولا في الحيط ديال الكعبة كما يفعل بعض الجهلة من التمسح بجدرانها وأسوابها. القضية في المكان، النقطة التي حرمها الله جل وعلا وجعلت تلك النقطة قبلة مثابة للناس. من هنا إذن نجد أنفسنا ونحن في أقاصي العالم الإسلامي على ضفاف المحيط الأطلسي، المغرب كله كيتسمى على ضفاف المحيط الأطلسي، نولي ظهرنا للبحر ونتجه إلى النقطة المثابة لتكون الأمة الإسلامية. هذه خاتمة الكلام في هذا المجلس بحول الله، لتكون الأمة الإسلامية واحدة رغم أنف الكافرين. واحد اليهودي صحفي هو، يعني من اللي وقعت الفتنة في العراق وكذا وكذا الأخير، والمسلمين ما داروا والو، قال فينا هي الأمة الإسلامية؟ يعني كيتنشوا علينا، يعني الشماتة بنا، ما كيناش. قال لا وجود لشيء اسمه الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية موجودة وقوية رغم التمزيق ورغم كل المصائب الواقعة عليها. أين هي في الأرض أمة لا تزال تعمر بيوت عبادتها؟ لا وجود لها إطلاقا إلا هذه الأمة. بقي المساجد حية، بقي حركة المسجد حية قوية جدا، كلما أذن حية على الصلاة حية على الصلاة، الناس يرفعون أغطية النوم ويخرجون من بيوتهم استجابة لرب الكون، يصلون لله إلى نقطة واحدة في كل أقاصي الدنيا وفي كل مكان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الأمة مريضة لكنها حية، ولذلك ما كان حيا على الإطلاق يعامل بالرجاء، يعني اللي حي راه كيترجوه الناس يعني باش يعاود يتقعد، وهذا شيء مقطوع به في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتواتر القطعي، في أن هذه الأمة لن تموت أبدا، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم كما في الصحيح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.